بسم الله الرحمن الرحيم. اذا في هذا الفيديو غادي نشوفوا الدرس ديال المتجهات والازاحه بالنسبه للسنه الثانيه اعدادي. اذا اول حاجه غادي نشوفوا عناصر متجهه. اذا غادي نشوفوا شنو هي متجهه، غادي ناخذ واحد المثال. اذا غادي ناخذ واحد جوج نقاط مختلفين في المستوى، مثلا ناخذ نقطه مثلا ا و بي، نقطتان مختلفتان من المستوى. اذا أ و ب نقطتان مختلفتان من المستوى. اذا المستوى اي حاجه، مثلا الورقه فهي عباره عن مستوى، سطح طاوله فهي عباره عن مستوى، سطح سبوره فهي عباره عن مستوى. اذا غادي ناخذ جوج نقاط، مثلا النقطه أ ثم النقطه ب، إذا عندنا النقطة أ والنقطة ب. إذا إلا خدينا الزوج أ بي، إذا الزوج أ بي يحدد متجهة نرمز لها بالرمز أ بي فوق منها واحد السهم. شنو كيعني؟ يعني النقطة أ ثم عندنا النقطة بي، إذا هنا عند بي ندير واحد السهم، هادي كتسمى بالمتجهة أ بي. إذا الزوج أ بي يحدد متجهة نرمز لها بالرمز أ بي فوق منها سهم. ثم إلا خدينا المستقيم اللي كيمر من نقطة أ و بي، عندنا المستقيم اللي كيمر من أ و بي اللي هو المستقيم أ بي، وهاد المستقيم فهو كتحرك عليه هاد المتجهة. إذا المستقيم أ بي اللي هو الحامل ديال المتجهة أ بي كيتسمى باتجاه المتجهة أ بي. إذا هنا عندنا المستقيم أ بي، المستقيم أ بي يسمى اتجاه المتجهة أ بي. إذا المستقيم AB يسمى اتجاه متجهة AB، يعني هو الحامل ديال القطعة AB ولا ديال المتجهة AB. إذا هذا المستقيم فهو كيتسمى بالاتجاه، يعني إلا خدينا هذه المتجهة فهي كتحرك على هذا المستقيم ولا فوق هذا المستقيم، إذا كتسمى بالاتجاه ديال المتجهة AB. ثم عندنا المنحى، شنو هو المنحى؟ هو من A نحو B، يعني المسار ديال المتجهة بي من أ نحو بي، هذا كيتسمى بالمنحى. إذا كان فرق ما بين الاتجاه والمنحى، هي منحى المتجهة أ بي هو من النقطة أ نحو النقطة بي، يعني نقطة الانطلاق ثم نقطة الوصول، هذا كيتسمى بالمنحى المتجه أ بي. نقطة الانطلاق في هذه الحالة هي النقطة أ، ونقطة الوصول فهي النقطة بي. إذا هاد نقطة الانطلاق اللي هي النقطة أ ونقطة الوصول هي النقطة بي، فهي كتسمى المنحى ديال المتجه أ بي، يعني من أ نحو بي. ثم عندنا المسافة، يعني المسافة ما بين أ و بي، مثلا جوج ولا ثلاثة سنتيمتر ولا أربعة متر ولا على غير ذلك، هذا كيتسمى بالمعيار أو لا المنظم. إذا المسافة أ بي، يعني مسافة ما بين نقطة أ و بي تسمى معيار، إما غادي نقولو معيار أو منظم المتجهة أ بي. بحال بحال، إذا هادي مجرد اسم. إذا المسافة من أ إلى بي كتسمى بمعيار أو منظم المتجهة أ بي. ثم إلا خدينا النقطة أ فهي الأصل ديال المتجهة أ بي، يعني هي نقطة الانطلاق. النقطة أ تسمى أصل المتجهة أ بي. ثم عندنا النقطة بي اللي غتسمى طرف المتجه بي، يعني نقطة الوصول. النقطة بي تسمى طرف المتجهة أ بي. إذا هذه هي المتجهة أ بي بصفة عامة. العناصر ديالها كاين عندنا ثلاثة ديال العناصر، كاين كل متجه فيه كتميز بثلاثة ديال العناصر. كاين الاتجاه،
اللي هو المستقيم او للحامل ديال هذيك المتجهه متجهه. ثم عندنا المنحى، يعني منين كننطلق وفين نقطه الوصول، يعني المنحى. ثم عندنا المعيار او النظم، هو المسافه ما بين نقطه الانطلاق ونقطه الوصول. اذا هذه هي المتجهه. شفنا المتجهه هنا فاش كيطبق لينا ا مع بي، كتسمى متجهة منعدمة. ثم عندنا ثانيا متجهة منعدمة. اذا شنو هي متجهة منعدمة؟ مثلا عندنا واحد النقطة مثلا ا، وكتجي واحد النقطة اخرى كتنطبق على فوق منها، اذا النقطة مثلا بي، حيت الا خدينا النقطة ا و بي في هذه الحالة فهما نقطتان غير مختلفتان، يعني نقطتان منطبقتان. هاد النقط فهما كيحدوا ليا متجهة. هاد المتجهة اللي خديناها اللي هي عبارة عن نقطة، فهي ما عندهاش الاتجاه، يعني ما عندهاش، ما غاديش نقول بأن عندي مستقيم، حيت من نقطة واحدة كيمر ما لا نهاية من المستقيمات، وبما أن ما عندهاش الاتجاه إذا ما غاديش يكون عندها منحى. ولكن إلا خدينا المعيار ديالها فهو كيساوي صفر، يعني المسافة ديالها كتساوي صفر. هاد من هاد المتجهة فهي كتسمى متجهة منعدمة. إذا هنا عندنا تعريف، كل نقطة A أو لا M، كل نقطة M في المستوى، كل نقطة M في المستوى تحدد متجهة تسمى متجهة منعدمة، تسمى متجهة منعدمة، ويرمز لها بالرمز M ام، لان النقطتان كيكونوا منطبقين، او صفر وفوق منه سهم. اذا هذه متجهه منعدمه. هذا صفر وفوق منه سهم هذا شنو كيعني؟ كيعني بان المتجهه المنعدمه ما عندهاش المنحى وما عندهاش الاتجاه، ولكن المعيار ديالها كيساوي صفر. ونكتب متجهه ام ام بريم كتساوي متجهه المنعدمة. هناك إضافة أو مثال M، هنا إلا خدينا متجه M M لها اتجاه، ثم المتجه M M ليس لها منحى حيث نقطة الوصول هي نقطة الانطلاق. ثم معيار أو منظم المتجه ام ام هو صفر، يعني المسافة فهي كتساوي صفر. عندنا هذه المتجهة المنعدمة. من بعد غادي نشوفوا واحد التمرين. هنا عندنا ا بي سي دي شبه منحرف، قاعدته هو ا بي و سي دي، قارن عناصر المتجهتين ا بي و دي سي. إذن أول حاجة غترسمو شبه منحرف. إذا شبه منحرف القاعدة ديالو فهما كيكونوا متوازيين، ثم عنده قاعدة كبرى وقاعدة صغرى. إذا مثلا نرسم أبي، ثم غادي نرسم واحد قطعة أخرى ولا واحد مستقيم أخر كيوازي هذه، لأن القاعدتان كما قلنا فهما كيكونوا متوازيتان، وقاعدة ثم كيكون عنده قاعدة كبرى وقاعدة صغرى. إذن إلا خدينا هذا الشكل في هذه الحالة مثلا هو شبه منحرف. إذا عندنا A B C D فهو شبه منحرف. إذا إلا خدينا هذا المستقيم، إلا خدينا مستقيم A B مستقيم T C فهما كيكونوا متوازيين. هنا عندنا قاعدة كبرى اللي هي دي سي، والقاعدة الصغرى اللي هي ا بي. هنا قارن عناصر المتجهة ا بي، هنا لنقارن عناصر المتجهة ا بي والمتجهة دي سي. إذن إلا خدينا المتجهة ا بي يعني من ا نحو بي، إذن هذه هي المتجهة ا بي، ثم عندنا المتجهة دي سي. هنا إلا جينا عندنا عناصر المتجهة AB. إذن شنو هما عناصر المتجهة AB؟ إذن كاين أول حاجة كاين الاتجاه،
الاتجاه قلنا شنو هو؟ هو العامل ديال المتجه ابي، اللي هو عبارة عن مستقيم، اللي هو المستقيم ابي. ثم عندنا المنحى. المنحى فهو من نقطة الانطلاق نحو نقطة الوصول. هنا عندنا النقطة أ، النقطة بي، كنقول أ بي يعني من أ نحو بي، من أ نحو بي، هنا من أ نحو بي. ثم عندنا المعيار أو المنظم، بحال بحال، اللي هو المسافة أ بي، مثلا 2 ولا 3 سنتيمتر إلى غير ذلك. ثم إلى خدينا عناصر المتجهات دي سي، اتجاهات دي سي. اذا نفس الشيء غادي ناخذ الاتجاه في هذه الحاله، فهو قلنا هو الحامل ديال المتجهات دي سي، اللي هو المستقيم دي سي. ثم عندنا المنحى. المنحى فهو من النقطه ا، من النقطه دي نحو النقطه سي، اذا من دي نحو سي. ثم عندنا المعيار، اللي هو المسافة دي سي. هنا المطلوب منا نقارنو هاد العناصر. هنا إلا خدينا واش المتجه نشوف بعنصر بعنصر، المتجه أبي ومتجه دي سي، واش عندهم نفس الاتجاه. إلا خدينا المستقيم أبي مع المستقيم دي سي، المستقيم أبي ومستقيم دي سي كديرين، فهما متوازيين، يعني كيمشيو متوازيين. وفي هاد الحالة إلا خدينا المتجه أبي مع المتجه دي سي، فهما عندهم نفس الاتجاه، عندهم نفس الاتجاه. علاش؟ لأن المستقيم أبي ومستقيم دي سي فهما كيكونوا متوازيين. إذا إلا كانوا متوازيين عندنا نفس الاتجاه. هنا نفس المنحى، نعم عندنا نفس المنحى، لأن المنحى ديال المتجه أبي هو من أ نحو بي، إذا غادي في هذا المنحى، والآخر غادي تا هو معاه في نفس المنحى من دي نحو سي، يعني ماشي كيعكسو، يعني في نفس المنحى، إذا عندهم نفس المنحى. إلا جينا للمعيار، واش عندهم نفس المعيار؟ لا. علاش؟ لأن كنعرف بأن قاعدة ديال شبه المنحرف كيكونوا مختلفين، إذا كاينة قاعدة كبرى وقاعدة صغرى. إذا إلا خدينا المسافة دي سي فهي أكبر من المسافة أبي، وبالتالي المتجهتين AB و DC لهما نفس الاتجاه، لأن المستقيم AB يوازي، لأن المستقيم AB يوازي المستقيم DC. ثم عندنا لهما نفس المنحى، لأن منحى المتجهة أ بي من أ نحو بي، والمتجهة دي سي من دي نحو سي. ثم ليس لهما نفس المعيار، لأن المسافة دي سي أكبر من المسافة أ بي. هنا بين قاعدة بين قوسين، لأن قاعدة شبه منحرف، لأنهما قاعدة شبه منحرف، وكنعرف بأن القاعدتان في شبه منحرف فهما كيكونوا مختلفين، يعني كتكون عندي قاعدة كبرى وقاعدة صغرى. هنا خدينا دي سي، يمكن تاخد انت ابي بحال بحال، اذا على حسب اللي خديتي انت. بما ان خدينا حنا دي سي كبر من ابي، دهنا نستعملو دي سي كبر من ابي، وبعدا نكونو سالينا التصحيح ديال هاد التمرين. واللي ما فهمش حاجة خليها في التعليق. والسلام عليكم ورحمة الله.